السلام عليكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة على القناة. جميل، سريع، رخيص وضخم، أربع بنود يندرج تحتهم كل أجزاء فيديو النهاردة. لو أنا جبتلك مبرد مائي 240 ميلي بكل الأشكال الجمالية دي، حجم بلوك ضخم فوق البروسيسور، رادياتير سميك نوعا ما، ومراوح تجمع ما بين ار بي ام عالي وأدريسابل ار جي بي، ايه أول حاجة هتفكر فيها؟ يا إما سعره هيعدي ال 150 دولار عشان يديني تبريد كويس، أو إنه مجرد منظر والجوهر بتاعه ضعيف بحيث يرخصوا السعر قدر الإمكان. بس إحنا هنا بنتكلم على ديب كول، الشركة اللي مش بتسيب كيسة أو مروحة واحدة جديدة إلا بتصميم مختلف وفكرة مبتكرة. عندي آمال عالية جدا للمنتج ده، بل وكمية اختبارات تبين معدنه الحقيقي. في مشكلة وفي هدف للفيديو. المشكلة ان تقنية الادريسابل ار جي بي مكلفة جدا، فكون ان المبرد ثمنه 110 دولار بس يوحي ان اداؤه هيكون سيء، مع الاخذ في الاعتبار كل الخامات الممتازة في التصنيع. بس لو المشكلة دي مش موجودة، يبقى هدف الفيديو اتحقق، اللي هو رحلة البحث عن ارخص مبرد مائي مغلق اداؤه كويس للتجميعات العالية. النقطة دي هتوضح اكتر في اخر الفيديو، بس دلوقتي تعالوا نعرف المنتج نفسه. الكاسل 240 RGB هو اخر اصدار من ديب كول تحت براند الجيمينج الخاص بجيم ستورم. بغض النظر عن المسميات، دي تعتبر حاجة حلوة. كمبرد مائي هو يكتاس كل النقط المهمة، رادياتير 240 ميلي، بلوك كبير كفاية لأكبر المعالجات حتى الثريد ريبر، تركيب سهل على اي سوكت، جودة خراطيم ممتازة وسميكة، منتهية فيتنجز محكمة لمنع أي تسريب، شكل انعكاسي جميل من فوق، شعار جيمر ستورم في النص، وحواليه حلقات الار جي بي بشكل عصري جدا. اللي أقول لي يا مصطفى، هو ماله البلوك ضخم بزيادة قوي كده؟ المفروض ان في جزء من السيراميك بيعزل الحرارة قدر الامكان عن المواتير لعمر افتراضي اطول، وكمان المفروض ان المواتير المستخدمة هنا من احسن الانواع في تظبيط ضغط وتدفق السائل. سيبيني وبينكم الكلام ده كله ما ساعدش في الاختبار في الاخر. بس الحلو ان القاعدة هنا واسعة جدا، مساحة سطح التلامس كبيرة كفاية، والشكل جميل في النهاية. طيب يا مصطفى، انا حافظ الخطوة الجاية، هتقولي مروح فيها اجزاء مطاط عشان تمنع اي صوت مزعج وتمتص الاهتزازات، وطبعا كل شركة ليها ديزاين خاص في الريش وحتة السنون الصغيرة وكده. انا بصراحة زهقت من الكلام ده ومش بياكل معايا عيش. طب خد عندك كمان حتة زيادة، 95% من مراوح الـ RGB سيئة في التبريد، فكون انها بتوصل لـ 1800 RPM يبقى انت حاليا خايف من حاجتين، ان الاداء يبقى وحش وكمان الصوت عالي، ده في حالة ان دورة السائل مش بتخدم كويس على نقل الحرارة. ولزيادة الامر سوءا، مفيش شكل جمالي بيجي من غير توصيل اسلاك كتير، البلوك وكل مروحة طالع منها سلكين، واحد للباور واحد للار جي بي، ومع كمية الامتدادات اللي لسه هتوصلها بعد كده الموضوع هيبقى مليان زحمة اسلاك. بس كده انا حاليا مليت دماغك بالسلبيات الملحوظة لما تيجي تفتح العلبة. تعالوا نشوف بقى الكلام ده بيترجم لايه في الواقع. اولا، قرارات سليمة جدا لتوفير فلوس على الشركة وبالمقابل على المستخدم. خامات العلبة نفسها عادية، مش حلوة ومش سيئة. المبرد ملوش سوفت وير تتحكم منه، لازم تستخدم البرنامج الخاص بالبوردة بتاعتك. فيما عدا النقطتين دول، تجربة فتح العلبة بريميوم لأقصى درجة، كل قطعة ليها بيت مخصوص، المانيوال سهل وبسيط للتركيب، وعلبة الاكسسوارات متكاملة بالماونت بتاع AMD وإنتل، إلى جانب أسلاك الـ RGB والمراوح اللي ملهاش آخر. مفيش معجون حراري محطوط من البداية، بس ديب كول بتضيف معجون مقفول في علبة الاكسسوارات. طبعا أنا عارف إنكم زهقتوا من الـ 8700K، فالنهاردة كل الاختبار هيبقى على معالج رايزن 7 2700X على بوردة X470 جيمينج بلس. في سببين اساسيين للاختيار ده،
مبدئيا ال 2700 اكس معالج مقصور السرعه من اي ام دي في الاصل، فدايما درجه حرارته بتعلى وتوطى بشكل عشوائي، وصعب السيطره عليها باستخدام الكولر اللي معاه في العلبه، ناهيك على ان درجه حرارته بتوصل ل 80 واحيانا 90 جوه الالعاب، ده لو كسرت سرعته اكتر. طيب ليه اخترت الجيمنج بلس دونا عن اي بورده تانية؟ لانها تعتبر ارخص حاجه ممكن تشتريها مع معالج عالي رايزن 2 في فئه الاكس 470، بس للاسف الشديد مفيش عليها مداخل ادريسابل ار جي بي. في ار جي بي عادي، لكن الادريسابل طبعا اتلغى عشان عايزين يوفروا في الثمن قدر الامكان. ازاي بقى هنتصرف هنا؟ تعالوا نشوف التركيب مع بعض. مبدئيا هنحتاج خمس حاجات: ماونت الاي ام دي، مسامير للمراوح، مسامير لربط الماونت جوه الكولر، القواعد والرؤوس. اولا هشيل البراكت العادي بتاع اي ام دي ونحط قاعدة في كل جانب من الاربعة. نروح للكولر بعد كده ونركب ماونت اي ام دي بالمسامير الصغيرة، وبالمرة وانت هنا ركب المراوح على الرادياتير بالمسامير الطويلة. نرجع تاني للبوردة، نركب المعالج والمعجون الحراري. الكولر ينزل بسهولة فوقيه والرؤوس تقفل على الصواميل. سلك المضخة ينزل على البوردة، المراوح تتركب في الفان هاب ومنها على أقرب راس في البوردة. نقطة توصيل المراوح دي سهلة وكله عارفها، المشكلة بقى في أسلاك الار جي بي، هتتوصل ازاي والبوردة مفيش عليها راس مناسبة للأدريسابل؟ بسيطة جدا، ديب كول أضافت اكستنشن مخصوص بينتهي بساتا عشان تقدر تنور كل الألوان من الباور بتاعك مباشرة. هتاخد سلك المضخة والمراوح الخاص بالار جي بي تركبهم في الامتداد، وكابل الساتا يدخل للباور سبلاي. الميزة ان في متحكم في النص تقدر منه تغير الالوان بتاعتك بسهولة. العيب انك كده مش هتقدر تتحكم من اي سوفت وير للبوردة، كل مرة هتحب تغير النمط هتضطر تفتح الكيسة وتدوس، الا بقى لو انت واحد عبقري في تنظيم الاسلاك وعرفت تظبط مكان مخصوص للمتحكم. انا عارف ان في ناس مش فاهمة الفرق قوي بين الار جي بي العادي والادريسابل، ما تقلقوش باذن الله بعد فترة كده هنزل لكم دليل كامل للار جي بي والخيارات المختلفة بتاعته. سيبنا من كل اللي فات، تعالوا نشوف الاداء الواقعي اثناء الاستخدام. اولا عايز اوجه تحذير مهم، معالجات رايزن 2 لسه جديدة وبالتالي معظم السوفت وير هنا بيقرا الحرارة غلط تماما، مفيش غير رايزن ماستر يوتيليتي وكور تمب اللي بيظبطوا القراية حاليا، اكيد مع التحديثات في المستقبل كله هيتعدل. يعني انا حاليا فاتح ايدا 64 مجرد هستعمله للضغط، لكن القراية هاخدها من البرامج التانية. هسيبكم دلوقتي مع بعض الاختبارات المكثفة وبعدها اقول لكم الخلاصة. في تلات حاجات هتلاحظهم: المبرد مش رهيب عند السرعات الواطية، بصفة عامة حالة الخمول بتاعته مش بتفرق كتير عن المبرد الأساسي بتاع AMD، بس لما تحط ضغط عليه بيعمل أداء كويس. ليه بقى؟ لأن المراوح بتلف بسرعة عالية جدا، صوتها مش مزعج قوي لكن مش هادي في نفس الوقت، وده عيب يتاخد عليه. أنا ملعبتش في سرعة المراوح خالص، سبت البوردة والمستشعرات تحدد الأفضل ليها. طبعا في الجيمنج أنا اخترت Assassin's Creed Origins لأنها بتقتل المعالج جامد، بس هنا لحسن الحظ الأداء فضل كويس وهادي. أمال أنا ليه قلت من شوية حتة الدعاية للمواتير دي مش مؤثرة قوي؟ حد فاكر معيار كفاءة الدورة؟ أنا عايز أشوف لو حاطط ضغط 100% على المعالج وسحبته فجأة، يا ترى هياخد وقت قد ايه لحد ما يرجع لحرارة قليلة؟ للأسف مدة 30 ثانية ده مش رقم رهيب، هو مش وحش بس يحسب ضده، خصوصا مع كل الحجم الرهيب للبلوك. عشان اكون منصف برضو،
انت هتاخد عمر افتراضي اطول. وكمان ميزة مهمة، المضخة مش بتعمل صوت مسموع تماما حتى عند اكتر من 2000 RPM، وحتى لو انت مش مشغل تكييف في الأوضة يظل الأداء ممتاز جدا مقارنة بالسعر. وحط تحت الكلمة دي مليون خط، اعتبر الكاسل 240 بيدي شبه نفس الأداء للكراكن اكس 52 بس أرخص حوالي $25، وكمان في ادريسابل RGB. عشان نحط النقط على الحروف، اسمعوا الجملتين دول، هو مش مبرد استثنائي من ناحية الأداء، هو ممتاز عند الضغط الشديد بس المراوح بتلف بسرعة وصوتها بيعلى، وده نفس اللي بيحصل مع أي مبرد 240 ملي وكمان بيبقى أغلى. بس في المقابل الكاسل 240 سعره رخيص جدا عند $110، شكله ملوش حل وفي اهتمام جامد بالتفاصيل، فبدون أي تفكير أنا هديله ترشيح ممتاز جدا، خصوصا للناس اللي بتجيب أجهزة فوق ال 30,000 جنيه وما تقدرش تصرف على مبردات احترافية غالية. ده موفر وهيخلي شكل الكيسة ملهاش حل، وأداؤه مناسب جدا على سعره. قولولي انتوا ايه رأيكم في الكومنتات. شكرا لكل اللي كمل الفيديو لحد هنا، لو انت لسه جديد في القناة اتأكد انك تشترك، ادعمنا بلايك لو عجبك الفيديو، وتابعنا على مواقع السوشيال ميديا من اللينكات في الديسكريبشن. اشوفكم بإذن الله حلقة جديدة. سلام.